النهاية ما كانت سهلة أبداً. رح تسألني متوقعة؟ متوقعة. نعم. وكنت أسمعها من أخوتنا المحامين مو العرب. كان رمزي كلارك وزير العدل الأسبق الأمريكي من المتطوعين. نعم. وكان يعيد على مسامعي باستمرار أنه رغد الوالد سيعدم. لكن أنت يعني نعم. مستمرة بالدفاع عنه وأنا يعرف أنك ما راح تتوقف. ما رأيك في مشهد الإعدام نفسه؟ وهل فعلاً كما قيل أن لإيران دور في الطريقة التي أخرج بها أو أخرجت بها عملية الإعدام؟ المشهد ما شفته وأرفض أن أشوفه إلى يومنا هذا. لليوم. وإذا أقول لك قبل سنتين تقريباً أو ثلاثة بالكثير كان أحد المقربين يعني أحد أفراد عائلتي. نعم. يشرح التفصيل معتقد إلى هالدرجة أنه أنا ما أخذ هاي التفاصيل معتقداً أنه أنا شفت هاي اللقطة. قلت له لا تكمل وإن لك أيضاً رح أقول لك لا تتصر التفاصيل عن هاي اللحظات ما شفتها وقلتها على التلفزيون في يوم من الأيام وما رح أشوفها.